من يوليو لسنة 2001 وحائزة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. رؤية جمعية البحرين النسائية هي مسيرة رائدة تستنهض الهمم لميلاد مجتمع إنساني عالمي تسوده القيم وينعم أفراده بالعدالة والكرامة الإنسانية. من البرامج الأساسية لجمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية هو برنامج المواطنة البيئية اللي يسعى إلى تحقيق أفضل الممارسات البيئية والعديد من الأهداف اللي تصب في خدمة البيئة. نقترب أكثر معكم مستمعينا من برامج المواطنة البيئية مع الأستاذة فاطمة فروتن نائب رئيس برنامج المواطنة البيئية بجمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية. صباحك الله بالخير أستاذة فاطمة. صباحكم الله بالنور والسرور وصباح الخير مستمعينا الأعزاء. يا هلا ومرحبا فيك. بداية حدثينا أكثر عن هذا البرنامج، برنامج المواطنة البيئية. برنامج المواطنة البيئية هو أحد البرامج الأساسية في جمعية البحرين النسائية. طبعا البرنامج حائز على الصفة الاعتمادية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اليونب. البرنامج عنده ثلاثة أهداف رئيسية يعمل من خلال أنشطة فعالية على تحقيقها. يعمل البرنامج على تمكين الفرد ليكون مواطنا كونيا. احنا دائما نتكلم ان احنا مواطنين في العالم كامل بعيدا عن الحدود الجغرافية، فكون مواطنين في هذا العالم لنا مثل ما لنا حقوق لنا واجبات عن طريق تبني الممارسات البيئية الفضلة وتنمية الموارد الكون لنا وللأجيال القادمة. يعمل البرنامج أيضا على غرس ثقافة السلام بداية مع النفس والآخر وانطلاقا من ذلك إلى الطبيعة لبناء مجتمع يسود الاحترام والتسامح والتعاون. وأخيرا يعمل البرنامج على نشر وتعزيز الوعي البيئي تحقيقا لنا أو تحقيقا أو مسيرة جماعية في تحقيق التنمية المستدامة. أستاذة فاطمة، شنو هو الجديد في برنامج المواطنة البيئية لعام 2018؟ طبعا البرنامج كل سنة يعمل على تطوير المناحي اللي احنا نعمل فيها ومجالات العمل. أطلقنا في 2017 وأطلقت الجمعية مبادرة عمل الورش الافتراضية اللي هي الأونلاين، فكانت هاي مبادرة جديدة في 2017 وشفنا نجاحها، وإن شاء الله احنا في 2018 أيضا راح نعمل على استكمال الورش الأونلاين واللي يعني تسهل طبعا مشاركة الشباب ومختلف قطاعات المجتمع عن طريق الموبايل يقدرون انهم يحضرون الورشة. جميل. إذا تكلمينا أستاذة فاطمة عن أنواع الفعاليات وأنواع الأنشطة اللي بإذن الله راح يتضمنها هذا البرنامج. طبعا البرنامج كونه برنامج بيئي فهو يستهدف كافة قطاعات المجتمع، ندخل فيها من برامج التعليمية، الشركات والمؤسسات، وأيضا تعاوننا مع المنظمات البيئية الأخرى. فإحنا قصدنا في 2018 أن إحنا ننوع أكثر في أنشطتنا. بيكون في ورش عملية مثل صناعة الكومبوست اللي هو السماد المنزلي أو المبيدات البيئية. نعم. بيكون في ورش أيضا إلى موضوع تغير المناخ الاستهلاك وغيرها من المواضيع البيئية. أيضا بس نفكر إن شاء الله بيكون في مشاريع ضخمة جديدة بنطلقها وبتكونون أنتوا أول المدعوين لها اللي هو مشروع السفراء البيئيين. وأيضا بنشتغل من الناحية الإعلامية على حملات إعلامية من خلال تسجيل مواقع التواصل الاجتماعي، ونحاول من خلال هذه الحملات الإعلامية أن إحنا نغير من نظرة الناس إلى البيئة ونخلي فيها علاقة قوية أكثر بينهم وبين البيئة. أيضا بيكون في فعاليات متنوعة في الأماكن العامة نستهدف فيها العوائل والأسر وأيضا المدارس. نعم، جميلة جدا، فعاليات متنوعة أكيد، ويمكن تستهدف كثير من الشرائح. احنا حابين نتطرق لهذا الموضوع أكثر، شنو هي الشرائح تحديدا اللي تستهدفها أنشطتكم وفعالياتكم؟ طبعا برنامج المواطنة البيئية يستهدف كافة شرائح المجتمع من الأطفال
والشباب والمراهقين، وأيضا الأفراد اللي يمثلون القطاع الخاص والقطاع الحكومي. طبعا احنا من خلال الأنشطة اللي ذكرناها سابقا احنا نتواجد في عدة أماكن. احنا موجودين إن شاء الله في 2018 في الجامعات، في المدارس، رياض الأطفال، في المراكز الاجتماعية، في النوادي، المآتم، في المجمعات، في الأماكن العامة، اللي نقدر نوصل إلى أكبر شريحة من الناس. نعم، جميل جدا، احنا نتمنى لكم كل التوفيق. اكيد انتم تتكلمون عن موضوع مهم جدا، ويعني نتمنى فعلا لكل هذه الجهود وهذه الأنشطة ان هي تلقى صداها عند المستمعين وعند الجمهور، ويتواجدون فيه ويكونون عنصر فاعل في نجاح هذه البرامج والفعاليات والأنشطة. وإحنا بالتأكيد أستاذة فاطمة معاكم قلبا وقالبا في أكيد هيئة شؤون الإعلام حتى نغطي هذه البرامج، ونكون معاكم أيضا عنصر مساعد لنجاحها. صحيح. وبعد أستاذة أنا حبيت أضيف أن إحنا قاعدين نحاول وايد نستفيد من التقدم التكنولوجي، فبالإضافة إلى الورش اللي بنقدمها الأونلاين، أيضا إحنا راح نفعل الموقع الإلكتروني للجمعية، فبيكون موقع تفاعلي، ممكن أن بتكون فيه مسابقات بيئية، كلمات متقاطعة، استبيانات نشوف أن استطلع فيها آراء المجتمع البحريني، أيضا مواقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، أيضا بنحاول نوصل لأكبر شريحة من الناس، وبيكون لنا إصدارات بعد أناشيد بيئية هو سي دي، بيكون هو أيضا عشان نستقطب أكثر شريحة ممكنة من المجتمع، وأيضا نبدي يكون في هذه التناغم ما بيننا وبين الطبيعة. جميل جميل جدا، يعني مبادرات جميلة، أكيد نتمنى لها كل التوفيق. شاكرين لك هذه الوقفة معنا أستاذة فاطمة فروت، نائب رئيس برنامج المواطنة البيئية بجمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، وكل التوفيق لجهودكم. شكرا لك. حياك الله.